السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. أنا الدكتورة مريم سردار من منصة نيكس ليكتشر. اليوم راح أشرح عن الرينال أند يوريترال إنجري. محاضرة مهمة وسهلة، سهلة إن شاء الله. راح نحكي بيها على التروما تو ذا رينال أند يوريتر. أول شيء خلي شوية نعرف عن النسب، إيش نسبة إيش قد يصير عندنا renal injury. 10% of all trauma cases involve the genitourinary tract. 10% من حالات التروما ككل بها involvement of genitourinary tract، يعني فقط 10% من الحالات أكو بها injury to kidney or ureteral تكملة الجينيتورينري تراكت. 85% من هاي 10% هي blunt trauma. 85% هي blunt trauma. 5 إلى 15 of blunt trauma هو major injury. 5 إلى 10 فقط من هاي blunt trauma تكون major injury. و70% من penetrating trauma هي major injury. يعني 5 إلى 10 من blunt trauma و70% من penetrating trauma نسميها major trauma، يعني trauma كلش كبيرة. زين، شنو هي اصلا بلانت تروما وشنو هي البينيتريتنج تروما؟ البلانت اللي اقصد بيها مثلا ضربة على البطن، حادث سيارة، يوقع من مكان عالي، وقعة، فهاي هي البلانت تروما. البينيتريتنج تروما، ما اقول بينيتريتنج اقصد فشي يخترق، مثلا طلق ناري، الطعن بالسكين، اي آلة حادة، يعني اذا فشي يدخل الى داخل الابدومين ويعني يفتحها فهذا نسميه بينيتريتنج. بعد بلانت و penetrating تروما، على من نقول انه هذا عنده major renal injury او شنو هي الحالات اللي نسميها major renal injury؟ اول شيء gross hematuria، يعني البيشنت اليورين مالته كله صار احمر واحنا ده نشوفه بعيننا. من اقول gross يعني اشوفه بعيني، gross hematuria. shock in combination with microscopic hematuria، البيشنت داخل حالة شوك وعنده microscopic hematuria. يعني هيماتوريا نشوفها بالمايكروسكوب. بيدياتيك رينال تروما، اني بيدياتيك رينال تروما احسبها ميجر رينال انجري. بينيتريتنج رينال انجري هم احسبها ميجر رينال انجري. قبل ما نكمل خلي نشرح على الاناتومي اوف ذا كيدني شويه، او على هاي الاستراكشرات حتى من اشرح لكم عليها تفتهمون على شنو دا احكي. اول شي عندي رينال كبسول، راح نحكي عليها هواية. هذا الرينال كبسول غلاف يغطي الكلية بالكامل. وراها عندي الكورتكس، هاي الكورتكس هم راح نحكي عليها. هاي المسافة منا لهنانا هي الرينال كورتكس، الرينال ارتري، الرينال فين، الرينال هايلم. الرينال هايلم هي هاي المنطقة اللي من خلالها يعبر الفين والارتري، تمام. هذا الرينال بلفس اللي هي بداية اليوريتر، بعد من هنا يتحول إلى يوريتر بس ما تكون كلش قريبة على الكلية نسميها رينال بلفس أو حوض الكلية. هاي من هنا، هاي المنطقة، هاي هنا نسميها كولكتينج سيستم. نسميها شو؟ كولكتينج سيستم. كولكتينج سيستم يعني المكان اللي يجمع بيه اليورين حتى بعدين ينزل للبلفس ولليوريتر. فهاي الاناتومي، احفظ هاي الشغلات اللي اشرت لكم عليها هسه حتى من نكمل بالشرح اذكر هاي الاستركتشرات تعرفوا على شنو دا احكي. Hematuria may be absent in up to 40% of renal injuries and 42% 24% of pedicle injury. يعني 40% من كيسات ال renal injury ماكو بيها hematuria اصلا، و24% من كيسات البيديكل انجري ما بيها هيماتوريا. البيديكل يعني هي هاي المنطقة اللي يم الهايلم، هاي البيديكل يعني مرات يصير انجري لهنا همينة والبيشنت هم ما عنده هيماتوريا. Hematuria after tribal injury to the kidney should suggest the possibility of pre-existing disease like calculus, hydronephrosis or tuberculosis. إذا صار أكو فد تروما صغيرة كلش للكلية بس البيشنت صار عنده هيماتوريا، هذاك الوقت أخلي ببالي إنه هذا البيشنت من قبل كان عنده فت كيدني ديزيز، بحيث هاي التروما الصغيرة أثرت عليه، تمام. هاي نقطة كلش مهمة. إذا بيشنت صار عنده هيماتوريا
after tribal injury. tribal injury يعني في الانجري كلش بسيطة. ف وبيجن صار عنده هيماتوريا معناته الكدني من قبل كان عندها pre existing disease، معناته الكدني قبل هاي التروما اصلا كان بيها فد مرض بس احنا ما مكتشفينه. هسوي هاي التروما راح نكتشفها، لان شفنا هاي التروما الصغيرة سوت بالبيشنت هيماتوريا، فاقول انه هذا البيشنت ممكن عنده فد مرض. الامثلة عليها مو مهمة. The range of injury extend from small subcapsular hematoma to complete avulsion of the kidney. هاي راح نحكي عليها هسه. The classification of renal trauma أو الجريدينج مالتها عندنا 5 جريدات. أول شيء small subcapsular hematoma، هذا الكبسول مالت الكلية هنا، هذا الأسود هيجي جوا هاي يتجمع الدم نسميها subcapsular hematoma، هذا هو grade 1 renal injury. grade 1 renal injury هو subcapsular hematoma. الجريد 2 هو انه اكو تير او لاسريشن بالكورتكس بس اقل من 1%، اكو تير بالكورتكس بس اقل من 1% والهيماتوما بعدها باقية دا تكبر. الجريد 3 اكو لاسريشن بس اكبر اكثر من 1 سنتيم، هنا اقل من سنتيم، هنا اكثر من سنتيم. الجريد 4 هنا الانجي راح توصل للكوليكتنج سيستم، هذا هو الكوليكتنج سيستم، هاي الاصفر من هنا الاصفر الفاتح هذا هو الكوليكتنج سيستم. فإذا الإنجري وصل للكوليكتنج سيستم أسميها جريد 4. من يصير انفصال الهايلم، انفصال الكلية من الهايلم من هاي المنطقة، هذا أسميه جريد 5 avulsion of the hilum أو انفصال الهايلم عن الكدني، أو أكو يسمونها اسم ثاني اللي هي كدني شترت كدني، شترت كدني يعني كدني متفسخة بعد صاير هيك قطع قطع، يعني هنا الكلية انفصلت عن صارت قطع صغيرة. فهاي البريدينج مهمة، وهاي نفسها بس على شكل كتابة، لو تقرون على الصورة أحسن. clinical feature of closed renal injury there is local pain and tenderness sometimes with superficial soft tissue bruising. شنو الأعراض مالت closed renal injury؟ يعني إذا ماكو أقصد البلانت تروما، هنا أنا من أقول closed يعني أقصد البلانت تروما، ممكن البيشنت يكون عنده pain and tenderness بمكان الضربة، ويصير عنده بروزين يعني هيك مكان الضربة تصير أزرق، يعني الجلد هناك يصير أزرق مكان الضربة. Hematuria may not appear until days after the injury. Profuse bleeding may cause clot colic. الهيماتوريا ممكن تصير ويا التروما أو ممكن تصير ورا كم يوم من التروما. Profuse bleeding may cause clot colic. هاي أحكيها وتنطبق على كل كيسات البليدينج، يعني مو بس هنا. أي بليدينج بيها كلوت معناتها هذا سيفير بليدينج، اي بليدينج بيها كلوت معناتها هذا سيفير بليدينج. فمرات البليدينج يكون بيرفيوز يعني كل شيء هواية ويكون بيها كلوت، فهذا الكلوت يسوي كلوت كوليك، يعني يسوي فد ألم كلش قوي لحد ما ينزل من الكلية لليورثرا ويطلع لي برا. فهذا الكلوت أثناء أو خلال نزوله راح يسوي بين كلش قوي، نسميها كلوت كوليك. هذا يصير بالبروفيوز بليدنج، يعني اذا البليدنج هو اصلا كلش قوي والبيشنت صار عنده كلوت، فالكلوت من ينزل لي جوا يسوي كوليك، كوليك يعني الم كلش قوي. سيفير ديلي هيماتوريا ساد الهيماتوريا between third day and third week after trauma in a recovery patient is caused by clot become dislodged. مرات البيشنت من ثالث يوم من التروما الى ثالث اسبوع من التروما، يعني بهاي الفترة يصير عنده سيفير بليدنج، بس هذا البليدنج مو من اول يوم، ثالث لو الى ثالث يوم الى ثالث اسبوع، خلال هاي الفتره يصير عنده فد سيفير بليدنج. ليش يصير عنده هذا السيفير بليدنج؟ لان هو كان عنده فد ارتري بيها بليدنج، بس البليدنج متوقف لان اكو فد كلوت قاعد عليها، كان اكو فد ارتري بيها جرح مثلا وده يطلع منه الدم، بس هذا الجرح كان مسدود عن طريق فد كلوت، كان اكو فد كلوت ساد الجرح وموقف البليدنج. خلال ثالث يوم إلى ثالث أسبوع هذا الكلوت راح يتحرك من مكانه، من يتحرك الجرح راح يرجع ينفتح والبيشنت يصير عنده سيفير ديليد هيماتوريا. فالسيفير ديليد هيماتوريا يمتى يصير؟ ثيرد داي إلى ثيرد ويك، هاي احفظوها بالإم سي كيو تجي. السبب مالتها شنو؟ كلوت بيكامينج ديسلوج، يعني الكلوت تحركت من مكانها والجرح انفتح والبيشنت صار عنده هيماتوريا. الميتيوريزم هو severe abdominal pain and distension 24 ساعة إلى 48 ساعة after the trauma. سببها شنو؟
سببها انه اكو ريتو بينيتونيال هيماتوما، اكو هيماتوما كلش كبيرة دي تضغط على سبلانجيك نيرف. اكو هيماتوما كبيرة، خليني اشوفكم هاي الصورة مثلا. في الهيماتوما مثل هاي او مثل هاي راح تضغط على الاعصاب الموجودة هنا، فراح تسوي pain and distension نسميها ميتيوريزم. الهيماتوما اذا كانت كبيرة بالريتروبيريتونيوم راح تضغط على السبلانجيك نيرف وتسوي pain and distension. شنو هي الانفستيجيشن اللي اسويها؟ وش اصلا شنو هي الانديكيشن للانفستيجيشن؟ يعني على يا بيشنت اقول له روح سوي انفستيجيشن، على يا هو اقول له لا تسوي. فاول شيء منو اسوي له انفستيجيشن؟ بينيتريتنج انجري، جروس هيماتوريا، شوك ان كومبينيشن وذ مايكروسكوبيك هيماتوريا ان تشيلدرن، يعني نفسها ال مالت الميجر انجري، الاربع نقاط اللي حكينا عنها بالميجر انجري نفسها بالضبط هنا. التشلدرن ليش احسبها ميجر انجري وهنا اقول له روح سوي انفستيجيشن؟ لان الكليه مالتهم از ماتش لور ذان اند ليس بروتكتد، يعني الكليه مالتهم موقعها يكون انصه يعني لي جوا اكثر، والبروتكشن مالته اقل، فيتعرضون هوايه للانجري، والانجري اذا صار بيهم يعتبر ميجر انجري. فهذول الاربع حالات أدوسهم investigation. شنو هو أحسن investigation أسويها؟ هي CT scan with contrast، هذا investigation of choice، هذا لا تنسونه، هذا كلش مهم. CT scan with contrast is the investigation of choice in cases of renal trauma. أي renal trauma أحسن investigation ممكن أسويها هو CT scan with contrast. CT scan with contrast يعني أحقن البيشت مادة contrast وأخليه ياخذ CT أو يدخل CT. It will accurately assess the extent of injury. ال CT شنو راح يشوفني؟ راح يشوفني ال extent of injury، يعني ال injury من وين لي وين. Showing laceration, extravasation, surrounding hemorrhage and vessel injury. راح يشوفني كل شيء، حتى راح يشوفني non renal injury، يعني إذا عندي فت تروما مسوية injury للكلية وللكولون مثلا، كلها راح تطلع بال CT. إذا أكو injury للليفر، للسبلين، لأي أورجان ثاني هم كلها راح يطلع من خلال ال CT. بس سي تي كلش مهم. هذا سب كابسولر هيماتوما، صور السي تي من هاي الجهة مو مطلوبة منكم. هذا لاسيريشن، هذا أقل من سنتيم، هذا أكثر من سنتيم، بس مو واصل للكوليكتينج سيستم. شوفوا هنا بالحالتين مو واصل للكوليكتينج سيستم، هي بس كورتيكال لاسيريشن يعني بس بالكورتكس. هنا أنا همينة بس بالكورتكس، بس ما واصل للكوليكتينج سيستم. هنا أنا وصل للكوليكتينج سيستم، همينة وصل للكوليكتينج سيستم، بعد بالكوليكتينج سيستم زين. ما عدا السي تي شنو بقية الانفستيجيشن اللي أسويها؟ أول شيء ألترا ساوند راح يشوفني هيماتوما واليورينوما. اليورينوما هي نفس الهيماتوما، بس هنا اكو تجمع دم، هنا اكو تجمع يورين، فهذا اسميه هيماتوما، هذا اسميه يورينوما. انترافينوس يوروغرافي، هذا اول شيء خلينا نحكي على الانفستيجيشن. انتم ماخذينها بملزمة الانفستيجيشن بالبداية، بس راح اسوي لكم مراجعة بسيطة عليها. شنو هو الانترافينوس يوروغرافي؟ انفستيجيشن كلش مهم، وتقريبا بكل ملزمة راح نذكرها. شوفوا من اخذ اكس راي عادية للابدومن راح تطلع بهذا الشكل، بوع على هاي الصورة بهاي الجهة. بناخذ اكس راي عادية للابدومن راح تطلع بهذا الشكل. هنا انا المفروض اكو كلية، يوريتر وبلادر. هنا انا ما مطيع اي شيء للبيشنت، بس قلت له روح اوقف دا اخذ لك صورة اكس راي. هاي الاكس راي فاسميها الكدني يوريتر بلادر، هاي كي يو بي، فاذا سامعين هذا الاسم قبل، كي يو بي كدني يوريتر بلادر، كي يو بي كدني يوريتر بلادر. هاي الاكس راي اللي تطلع الكدني واليوريتر والبلادر اكس راي عادية اسميها كي يو بي. من اريد اشوف تفاصيل الكلية واضحة، اريد اشوف الانجري، اريد اشوف اي شيء ثاني، بس اريد اشوف الكلية واضحة، هاي الكيوبي ما راح تفيدني. راح شو اسوي؟ راح انطي للبيشنت احقن البيشنت مادة كونتراست حتى يشوفني حدود الكلية واليوريتر والبلادر بشكل اوضح. فشوفوا هنا انا انطيت للبيشنت مادة كونتراست، ورا ما انطيت الكونتراست اخذت له صورة الاكس راي. هاي شوفوا هنا هسه الكدني شقد واضحة، اليوريتر حتى لو ننزل جوا البلادر همين تصير كلش واضحة. فهذا نسميه الانترافينوس يوروغرافي.
انه احقن للبيشنت ماده كونتراست حتى تشوفني حدود الكدني واليورتر والبلادر بشكل اوضح. يعني انا هاي الصوره ما راح استفاد منها كل شيء ما اشوف، حتى هسه لو اكو انجري كل شيء ما يبين، بس هنا أنا اكو راح يبين اذا اكو انجري او لا، كلها بفضل ماده الكونتراست. هاي الماده البيضاء من احقنها للبيشنت عن طريق كانيولا راح يوصل للكدني، من يوصل للكدني انا اخذ اكس راي للكدني راح يطلع بهذا الشكل الواضح. تمام، هاي صورة ثانية لل اي في يو، حاقنة للبيشنت مادة كونتراست، شوفوا الكدني شلون طالعة واضحة، وهذا الكوليكتنج سيستم مالتها، هاي الكدني الثانية وهاي الكوليكتنج سيستم مالتها. فهذا هو الاي في يو، من اقول اي في يو اقصد هذا الانفستيجيشن. فإنترافينا فيوغرافي أو الاختصار مالته اي في يو will clarify the extent of renal damage and show that the other kidney is normally functioning because nephrectomy is a possibility. الإنترافينا فيوغرافي راح يشوفني ال extent مالت ال injury من وين لوين، وهم إنه راح يشوفني ال function of other kidney. يعني راح مثل كدني اللي يمنا بيها تروما، راح تشوفني تروما من وين لوين، شوكو ماكو بهاي الكدني اللي بيها تروما، وراح يشوفني ال function مالت الليفت كدني، لان احتمال التروما مالت الكدني اللي على جهة اليمين تكون كلش قوية، وانا احتاج اسوي نيفروكتومي للبيشنت، يعني اشيل كليته ادبها. فاني حتى ادب هاي الكلية اللي بجهة اليمين احتاج اتأكد من وظيفة الكلية اللي على جهة اليسار، اذا وظيفتها زينة تشتغل اقدر ادب الكلية، اذا هاي الكلية اللي بجهة اليسار ما تشتغل ما اقدر ادب الكلية اللي على جهة اليمين، لأن البيشنت راح يبقى بدون كلية، لأن البيشنت راح يبقى بدون كلية. يعني أنت الكلية اللي صاير بيها تروما ذبيتها، سويت لها نيفروكتومي، الكلية اللي على جهة اليسار هي أصلا ما تشتغل، هي قبل هاي التروما يمينة بيها فد مرض معين والكلية واقفة ما تشتغل، أنت ذبيت الكلية اليمين، الكلية اليسار هي ما تشتغل، البيشنت بقى بدون كلية راح يموت. فأني الـ IVU مهم إذا أريد أسوي نيفروكتومي حتى أتأكد من الـ function of other كدني. تمام. رينال ارتيريوغرام، هذا ادخل عن طريق واير صغير نسميه كاثيتر، اوصل هاي الكاثيتر للرينال ارتري، شوفناكم الرينال ارتري بالبداية، اوصل للرينال ارتري واشوف يا ارتري بيها بليدينج اسوي لها امبولايزيشن. خلي افهمكم فكرة الامبولايزيشن، لان راح تنذكر باي حالات بليدينج. الامبولايزيشن شنو هي؟ انه اني ادخل للارتري اللي بيها بليدينج واوقف البليدينج. شلون اوقفها؟ انه ادخل بيها فد كلوت، ادخل فد شيء داخل هذا الارتري اللي بيه بليدينج حتى اسد الارتري حتى يوقف البليدينج. فهذه هي فكرة الامبولايزيشن. خلي اعيدها، الامبولايزيشن هي انه اني ادخل للارتري اللي بيها بليدينج، ادخل بيها فد كلوت حتى اسد الارتري حتى يتوقف البلود فلو لهاي الارتري حتى يوقف البليدينج. تمام، هاي هي فكرة الامبولايزيشن، وين ما ذكرت فهاي هي فكرتها. رينال ارتريو جرام بيرفورم بري اوبراتيفلي will help to frame the an operative strategy، تفيدني قبل العمليات وتفيدني على مود اسوي امبولايزيشن، فتفيدني بري اوبراتيفلي وتفيدني اذا اريد اسوي امبولايزيشن. يمتى اسوي امبولايزيشن؟ اذا عندي سيفير بليدينج واني ما قدرت اوقف البليدنج فراح اسوي امبولايزيشن. اون تيبل انترافينوس يوروجرام، هذا كلش مهم، هو نفس الانترافينوس يوروجرام اللي كنا نحكي عليها، بس هذا اسويه اون تيبل. اون تيبل يعني شنو؟ يعني بغرفة العمليات واني اذا احضر البيشنت للعملية راح اسوي له انترافينوس يوروجرام. is required in some patient who require immediate laparotomy، هذا راح اسويه بالبيشنت اللي انا اصلا دا احضرهم لعملية لابروتومي او عملية فتح بطن due to unstable hemodynamic status. هاي بس ركزوا هنا، ال on table intravenous urogram اسويها بال unstable hemodynamic patient، يعني ال patient اللي مثلا عندهم continuous bleeding، عندهم bleeding قوي مستمر، ضغطهم نازل، عندهم tachycardia، عندهم tachypnea، patient داخل شوك، فهم hemodynamically unstable، حالته hemodynamically unstable، فهذا ما راح ادخله الى intravenous urogram الهاي العادية، راح أسوي له اون تيبل انترافينوس يوروجرام، يعني بغرفة العمليات وأنا دا أحضر البيشنت راح أسوي له انترافينوس يوروجرام. هذا الدكتور أحمد عزة، وكان جايبه مرة أسي كان يقول الاون تيبل انترافينوس يوروجرام
اسويها بال unstable hemodynamic status او بال unstable hemodynamic patient. فاش انتوا تقولوا صح. management and treatment. اول شيء conservative management خاصة بالcrossed renal injury. شو هي الكونزرفاتيف مانجمنت؟ كلمة كونزرفاتيف يعني إنه ما أسوي عملية. أول شيء كروس ماتش أوف بلاد أند سكيور انترافينس أكسس، يعني أخلي له كانيولا لو أحضر له دم، لأن إذا صار عنده بليدينج واحتاج دم حتى الدم ما يكون حاضر. أدفايز بيد ريست وايل ذير إز ماكروسكوبيك هيماتوريا. البيشنت طول ما عنده ماكروسكوبيك هيماتوريا يعني جروس هيماتوريا أقول له ترتاح ما تتحرك أنت، لأن أي حركة ممكن تزيد الإنجري. ورا ما اليورين مالته يصير كلير يصير يرجع لونه طبيعي همين أنطيه أسبوع إضافي من الراحة. فطول ما هو عنده جروس هيماتوريا يرتاح، حتى ورا ما تروح الهيماتوريا واليورين يرجع لونه طبيعي أقول له ارتاح بعد أسبوع. فأدفايس ريد أو عفوا أدفايس بيد ريست while there is macroscopic hematuria and restrict activity for a week after the urine clears. Keep hourly observation. أراقب البيشنت كل ساعة. check urine pass for for hematuria. أشوف اليورين اللي يطلع حتى أشوف إذا بيها hematuria أو لا. antibiotics should be given to prevent infection of hematoma. شفتوا الهيماتوما شلونها؟ شفتوا شكلها؟ هاي الهيماتوما إذا يدخل بيها بكتيريا واحدة راح تسوي بيها infection وتسوي عنده مصايب. فأنا راح أنطي للبيشن antibiotic حتى ما يصير أي infection داخل هاي الهيماتوما. administration of appropriate analgesia. البيشنت راح يكون عنده pain فراح اعطيه analgesia. هاي هي ال conservative management و conservative treatment of renal injury مهمة. هسا نجي على surgical exploration. 10% من كيسات ال blunt trauma أو ال closed injury تحتاج عملية، يعني فقط 10% من كيسات ال blunt trauma أو ال closed trauma تحتاج إلى أن أسوي عملية، الباقي كله يتعالج conservatively. فشنو ال indication for surgery؟ penetrating trauma, progressive blood loss and deterioration of vital sign. إذا شفت ال patient نزيف مالته مدى يوقف ال vital sign مالته تروح نحو الأسوأ، يعني دي يصير عنده tachycardia، دي يصير عنده hypotension، دي يصير عنده tachypnea، دي يصير عنده oliguria، معناته ال patient دي يدخل حالة شوك، وساعة عن ساعة الوضع دي يسوء مدى يتحسن والنزيف مدى يوقف. هذاك الوقت أدخله إلى عملية. إذا عنده penetrating trauma أكيد لازم أدخل عملية. There is an expanding loin mass. إذا كان عندنا فد loin mass يعني هيماتوما وأشوفها ساعة عن ساعة تكبر تكبر، يعني معناته النزيف مستمر مدى يوقف، يعني مدى يفيد ال conservative treatment. فراح أحول ال conservative management مالتي إلى surgical exploration. associated other organ injury مثلا إذا أكو injury للليفر للكدني للكولون كلها مرة واحدة، يعني خلال مثلا فد حادث سيارة صار اكو تروما للكدني للليفر للكولون، هذا البيشنت يحتاج ادخل عملية حتى اعدل كل شيء. an expanding or pulsatile retroperitoneal hematoma should be explored but only after vascular control has been achieved. من فتحت البطن شفت اكو فد هيماتوما قدام عيني، بس هاي الهيماتوما بالساتايل يعني بيها نبض، هاي الهيماتوما بيها نبض لتنبض. فهاي الهيماتوما لازم افتحها، بس انا شلون افتحها؟ اول شي راح القى الارتري اللي بيها بليدينج ودي يسوي لي هاي الهيماتوما، القى الارتري اسد الارتري بعدين افتح الهيماتوما، لان اذا ما سديت الارتري وفتحت الهيماتوما راح يصير عندي مثل نافورة مال دم، لان هاي الارتري مستمر بالنزيف واني فتحت الهيماتوما راح يصير عندي نافورة. فاول شي القى الارتري اتحكم بيها اسدها بعدين افتح الهيماتوما افرغها من الدم وارجع اسده. تمام تمام. The aim is to stop bleeding while conserving as much as of renal tissue. الهدف من السيرجري شنو؟ انه اوقف البليدينج واحافظ على ايش قد ما اقدر من renal tissue. فالهدف شغلتين، انه اوقف البليدينج واحافظ على renal tissue ايش قد ما اقدر، يعني ايش قد ما يجي من ايدك تبقي الرينال تشو للبيجنت بقي، اللي شفته كلش صاير بيه انجري وما يفيد بعد الذبة، بس ايش قد ما تقدر تحاول تبقي من الرينال تشو. السيرجيكال اكسبلوريشن همينة مهم. سيرجيكال ثيرابي انكلود ريبير اوف لاسيريشن،
يعني شنو هي أنواع العمليات اللي ممكن أسويها؟ repair of laceration إذا أكو laceration أخيطها، nephrectomy when the kidney is ruptured or avulsed pedicle، يعني من أشوف الكدني بعد ما بيها فايدة إنه ترجع أبدا، يعني ما راح ترجع functioning أبدا مثل قبل، فراح أسوي لها nephrectomy. partial nephrectomy for localized polar injury، إذا ممكن أسوي partial nephrectomy يعني أشيل نص الكلية مثلا، إذا الإنجري فقط صايرة بنص الكلية يعني بس جزء منها، مثلا فقط الجزء العلوي فبس راح أشيل الجزء العلوي، إذا مثلا الإنجري بس بالجزء السفلي بس راح أشيل الجزء السفلي بسميها partial nephrectomy. NX يعني nephrectomy، nephrectomy يعني أشيل الكلية. أسماء العمليات مو كلش مهمة يعني ما راح يجي كأسي. damage to other abdominal organs checked، واني مسوي واني دخلت البيشت عملية حتى أشوف الرينال إنجري، إذا أكو أذر injury to other organs همين أشوفها. هاي هنا صاير renal injury. شنو هي complication of renal injury؟ complication مهمة كأسي. أول شيء هذه maturia may lead to clot retention requiring bladder washout. قلنا أي bleeding قوي راح يسوي لنا clot، مرات الكلوت هذا ينزل ويبقى بالبلادر ما راح ينزل بعد، يعني ينزل من الكلية للبلادر وبعد يوقف هناك بالبلادر، يعني البلادر يصير مليان كلوتس، فهذا الوقت احتاج اسوي بلادر وبلاش اوت، يعني اغسل البلادر حتى اتخلص من هذا من هذا الكلوت. بارارينال سيدو هايدرونيفوسس، ما عليكم من هذا الاسم الطويل، بس خلي بس افتهموا شنو هو هايدرونيفوسس. هايدرونيفوسس شوفوا هاي الكدني نورمال شكله هيجي، الكدني نورمال شكله هيجي، شوفوا الكولكتنج سيستم شلونها حلوة ومرتبة. الهايدرونيفوسس شوفوا هنا شلون صاير الكولكتنج سيستم، منتفخ عبالة نفاخة صايرة، هاي أسميه هايدرونيفوسس. الهايدرونيفوسس هو هذا الانتفاخ والانلارجمنت بالكولكتنج سيستم مالت الكدني، فيها عدة أسباب، مثلا هنا صاير اوبستراكشن، اليورين ما ينزل لجوه بعد فيبقى يتجمع فوق فوق يتجمع إلى أن يوصل لهذا الشكل، فهذا هو الهايدرونيفوسس. هذول البيشنت after renal trauma يصير عندهم هايدرونيفوسس may occur weeks later from combination of complete cortical tear. هذول ليش يصير عندهم هايدرونيفوسس؟ لأن يصير عندهم complete cortical tear، يعني يصير عندهم فتير قوي بالكورتكس and uretric obstruction caused by scarring. اليوريتري يصير بيها اوبستراكشن، سبب هذا الاوبستراكشن هو السكارين. خلي اشوفكم اشير لكم على الصورة، مثلا هنا صار عندي كورتيكال تير، مثلا هاي المنطقة كلها صار بيها كورتيكال تير، يعني هنا الكورتكس بعدين من تتعالج او تتعافى ما راح ترجع قوية مثل قبل، فراح يندفع لي ورا ويصير بيها هايدرونيفوسس. هاي اولا اذا عندي كورتيكال تير. ثانيا اذا عندي يوريترال اوبستراكشن، هنا اليوريتر صاير بيها اوبستراكشن، شفتوا تشوفون صاير بيها اوبستراكشن، زين هذا الاوبستراكشن اصلا ليش صارت؟ لان هنا كان اكو فت انجري، والانجري اتعالج باي فايبروسس، واحنا قايلين الفايبروسس هو تشو عديم الفائده، فهنا كان اكو انجري، هذا الانجري من صار بيه هيلينج صار هيلينج باي فايبروسس، ضيق اليوريتر سد اليوريتر خلى اليورين ما ينزل كله يبقى يتجمع بالكدني، فسوي بالبيشنت هايدرونيفوسس. هايبرتنشن، أول شيء الكدني تلعب دور كلش مهم بالكنترول اوف بلود بريشر، فمن عندي مشكلة بالكلية راح يصير عندي هايبرتنشن، هذا الهايبرتنشن راح يكون ريزيستنت تو دراج، يعني ايش قد ما تنطي للبيشنت أدوية مال ضغط ضغطه ما راح ينزل. resulting from renal fibrosis may occur long after injury nephrectomy may be necessary. هنا الكدني كلها يصير بيها دامج، والدامج راح يصير بيه هيلينج باي فايبروسس، الفايبرس تشو نرجع نقول هو تشو هيك مثل ابيض ما بي اي فائده، يعني ما راح يرجع يسوي الفانكشن مال الكدني مثل قبل، يعني مجرد تشو صارت مثل سكار، سكار هذا اللي يصير ورا ما الجرح مكانه يصير زين، فهذا السكار او هذا الفايبروسس ما راح يسوي الوظيفه مال الكليه اللي كانت تسويها الكليه من كانت قبل، فما راح تنظم البلود بريشر بعد، يعني واحدة من الكليات ما راح ما تشتغل على تنظيم البلود بريشر. البيشنت يصير عنده هايبرتنشن، وهذا الهايبرتنشن ما يستجيب للعلاج، لازم شو اسوي؟ لازم اسوي له نيفروكتومي، يعني هاي الكلية
اللي مسويت لي هايبرتنشن بسبب الفايبروسيس لازم اذبها، تمام؟ هاي الكلية اللي مسويت لي هايبرتنشن بسبب الفايبروسيس لازم اذبها، هاي الكلية اللي مسوي هايبرتنشن بسبب الفايبروسيس لازم اذبها، لان هي ما تستجيب للعلاج، ما تستجيب لعلاجات الضغط. رابعا بوست تروماتيك انيوريزم اوف رينال ارتري از رير. الانيوريزم خلينا نشوف شنو هو الانيوريزم. الانيوريزم هو abnormal dilation of artery. تشوفون الرينال ارتري هنا شلون صاير بها dilation، هنا صاير بها dilation، هنا صاير بها dilation، هذا هو الانيوريزم. post traumatic aneurysm، post traumatic aneurysm، ما عليكم من هاي الاسماء اللي هنا أنا. بس شوفوا انا افهمكم شنو هو aneurysm. هذا aneurysm، هذا aneurysm، هذا aneurysm. انا ليش اخاف من الانيوريزم؟ لان ممكن تنفجر، هاي الانيوريزم ممكن تنفجر من هنا ويصير سيفير بريدنج، هنا نفس الشيء وهنا نفس الشيء. فواحدة من الكومبليكيشن مالت الرينال تروما هي بوست تروماتيك انيوريزم. ارتيريو فينس فيستولا، الفيستولا مش شوفت لكم اياها من قبل، هي ان تصير اكو ربط بين الرينال ارتري والرينال فين. شوفت لكم الصورة مالت الرينال ارتري والرينال فين فوق، فهذه يصير بيناتهم فيستولا. خليني اشوفكم صورة اخرى للرين ارتيريو فينس فيستولا. شوفوا هي هاي الصورة مالت الايد، احنا هنا ما نحكي على الايد، نحكي على الكلية، بس بدي اشوفكم صورة الفيستولا لان هاي الصورة كانت واضحة للفيستولا. تشوفون شو صاير اكو رابط بين الرينال يعني بين الفين والارتري. هو عادة ماكو هذا الرابط، الارتري يمشي لوحده والفين يمشي لوحده، هسه هنا صاير اكو بيناتهم فيستولا، صاير اكو بيناتهم قناة ربط، تمام؟ هاي هي الفيستولا. هنا هي الصورة اللي شوفت لكم اياها مال ايد، بس هاي الشغلة نفسها راح تصير بالكدني after renal trauma. هاي كانت الكومبليكيشن مهمة للأسي. هسه ورا ما كملنا ال injury to the kidney نكمل بال injury to the ureter. Urethral injury، rupture of the ureter، شنو أسبابها أصلا؟ أول شيء ياتروجين during urethral instrumentation، يعني إحنا ودا نشتغل باليوريتر مثلا داخلين بيها فد فولي كاتيتر، نسوي فد عملية بالكدني بالبلادر أي شيء، ومدخلين أداة من خلال اليوريتر دا نشتغل باليوريتر، ممكن إحنا بالأداة مالتنا نسوي إنجري لليوريتر، يعني إحنا بدون ما نقصد نسوي إنجري لليوريتر، فهذا سمي ياتروجينيك، يعني إحنا خلال علاجنا لغير مشكلة سوينا إنجري لليوريتر. ثانيا الجانشوت أو ستاب وونت، يعني الطلق الناري أو الطعن بالسكين. أن كمان ريزلت فروم هايبر اكستنشن انجري اوف ذا سباين، إذا واحد يرجع ظهره كلش لورا ويسوي حركة غلط بالعمود الفقري مالته ممكن يسوي انجري لليوريتر. The diagnosis is rarely made until there is swelling in the loin or iliac fossa associated with reduced renal output. شوية التشخيص مالت اليوريترال انجري صعب ويتأخر، يتأخر لحد يمتى يعني إلا ما نشوف بالبيشت صار أكو لوين سولينج، صار عنده سولينج باللوين، يلا ممكن أشك إنه هذا عنده يوريترال إنجري، أو صار عنده ريديوس رينال أوتبوت، يلا راح أشك إنه صار عنده إنجري لليوريتر. أن أي في يو أو كونتراست إن هاز تي دي شو إكسترافازيشن أوف كونتراست. هسه هذا البيشت اللي عنده إنجري تو يوريتر، من أنطي أي في يو راح أشوف الكونتراست راح يطلع من مكان من المكان اللي بيه انجري باليوريتر، والكونتراست انهانس سي تي نفس الفكره، هم من الكونتراست اللي راح انطيه راح يطلع من مكان اليوريتر اللي بيه انجري. انجري تو ون اور بوث يوريتر during pelvic surgery، هاي كلش مهمه، يعني عاده اي عمليه نسويها بالبلفيك ريجن، مثلا جماعه الجايني جماعات النسائيه هواي يسوون يشتغلون منطقه البلفس على اليوتراس على الاوفري، خلال ما يسوون هاي العمليات بدون ما يقصدون لان ما يعرفون اليوريتر كلش زين، فيسوون انجري لليوريتر. فانجري تو وان اور بوث يوريتر during pelvic surgery، يعني هذا الشيء كلش كمان كمان دائما جماعة النسائية يصيحون الجراح العام تعال ما عرفنا ضربنا اليوريتر، حتى هو يجي يعدل اليوريتر او يصلح الانجري. This is common most often during vaginal or abdominal hysterectomy، خلال عمليات الفاجينال أو الأبدومينال هيستروكتومي عمليات رفع الرحم،
when the ureter is mistakenly divided, ligated, crushed or excised. يعني بالغلط يقسموا اليوريتر قسمين يسدونها يسوولها بها ligation يسدونها crush or excised أو مثلا يشيلونها بالكامل يشيلونها بالكامل ما يعرفوا إنه هاي يوريتر. pre impetive urethral catheterization may make it easier to identify the ureter. فأني حتى أتجنب هاي المشكلة شنو راح أسوي؟ قبل ما أبدأ بالعملية مالتي أدخل كاثتر باليوريتر، أدخل فد كاثتر أو فد واير باليوريتر. فخلال العملية أني مثلا إذا حتى لو طخيتها بالغلط ما راح أقصها لأن أكو بداخلها كاثتر، وأني أعرف إنه هذا اليوريتر على مود هذا أنا خليت بيه كاثتر، فما راح أقصها. فإنه حتى أتجنب هاي المشكلة إنه بالغلط أقص اليوريتر أو أسوي بيه ليجيشن أو أذبه، راح ادخل بداخل الكاثيتر من اشوف الكاثيتر جوا ايدي، بعد راح اعرف هذا يوريتا وراح ابتعد عنه. فاكثر سبب شائع للربتشر اور يوريتر هو ياتوجينيك، يعني انه احنا نسويها خلال عمليات، خلال الانسترومنتيشن، خلال البلفيك سيرجري. هذا هو اكثر سبب شائع لليوريترال انجري. انجري ريكوجنايز ات تايم اوف اوبريشن. اذا اني دا اسوي العمليه مثلا كنت أشتغل غير عملية بالأبدون، مثلا دا أسوي هيستروكتومي عملية رفع الرحم، وأني سويت إنجري لليوريتر واكتشفت هذا الشيء وأني دا أسوي العملية، بعدني بعد البيشنت دا أسوي العملية، فشنو راح أسوي إذا أنا اكتشفت الإنجري مالت اليوريتر at time of operation؟ اليوريترال فازيكا continuity should be restored by one of the methods described below unless the patient condition is poor. أول شيء راح أحاول أرجع اليوريتر وأربطها بالبلادر. إذا وضع البيشنت يسمح إنه أكمل العملية، فراح أرجع أربط اليوريتر بالبلادر بوحدة من هاي الطرق. خلينا نشوف شنو هاي الطرق. أول شيء إذا if there is no loss of the length، يعني اليوريتر ما فقدت أي جزء من طولها، شنو راح أسوي؟ راح أسوي end to end anastomosis without tension، يعني راح أجيب هذا الطرف والطرف الثاني أقربهم على بعض أخيطهم بس without tension، فراح هذا نسميه end to end anastomosis without tension، يعني هذا الطرف والطرف الثاني أقربهم على بعض أخيطهم بس ما أخيطهم كلش قوي بحيث يصير أكو بيناتهم tension. ف end to end anastomosis without tension without tension. هاي العملية متى أقدر أسويها؟ إذا أنا ما فاقدة أي شيء من ال length مالت اليوريتر، ما فقدت طول اليوريتر. إذا فقدت من طول اليوريتر فأقدر أسوي 3 شغلات. أول شيء موبلايز ذا كدني، أحرك الكدني شوية، أحرك الكدني شوية لي جوا حتى أقرب النهايات مالت اليوريتر من بعضها وأسوي لها end to end anastomosis without tension. فأني مثلا خسرت 2 سنتيم من الطول مالت اليوريتر، راح أنزل الكدني شوية أحركها شوية لي جوا حتى تعطيني فد سنتيمين مساحة، يعني مساحة سنتيمين إضافية حتى أقدر أقرب نهايات مالت اليوريتر وأخيطها ببعضها. أو أقدر أسوي سوس هنج، سوس هيتش، سوس هيتش أوف بلادر. شنو هو سوس هيتش أوف بلادر؟ هذا هو سوس هيتش أوف بلادر. هنا أنا شنو مسوي أني؟ رافع البلادر مخيطتها بالسوس مصل. ليش سويت هذا الشيء؟ حتى البلادر ترتفع شوية حتى أقدر أدخل اليوريتر بداخلها مرة أخرى. مثلا هنا أنا سويت إنجري لليوريتر بس اليوريتر فقط مثلا جزء من طوله وبعد ما يقدر يوصل للبلادر، فأني هنا شو أسوي؟ أني أرفع للبلادر لي فوق لأن هو ما يقدر ينزل لي جوا، يعني اليوريتر بعد ما توصل للبلادر صارت قصيرة، فأني هنا راح أرفع للبلادر. فأول شيء شنو كان؟ كنت من فوق أنزل الكدني، هسه هنا شو أسوي؟ من جوا ارفع البلادر، فراح اسوي اي شيء على مود ارجع ادخل اليوريتر بالبلادر. لو من فوق انزل الكدني، لو من جوا ارفع البلادر لي فوق اخيطها او اثبتها بالسوس مصل حتى تبقى هنا فوق ما تنزل لي جوا حتى اقدر ارجع ادخل اليوريتر بداخلها. تمام. فهذا السوس هيتش اوف بلادر، سوس هيتش اوف بلادر. ثالث اختيار عندي اياه هو البواري اوبريشن. البواري اوبريشن هذا هو البواري اوبريشن. البواري اوبريشن هنا مثلا شفتوا اني فقدت اليوريتر من هنا لهنا، سويت فد انجري مو بقصدي خلال عملية البلفيك، خلال عملية الهستروكتومي او شيء ما عرفت، قصيت اليوريتر من هنا لهنا،
هسه هذا من هنا لهنا شي وصله، شي رجع شي رجع اليوريتر هذا لهنا، راح اسوي عمليه بواري اوبريشن، هي انه اقص جزء من البلادر واسويه على شكل تيوب، ارجع اربطها باليوريتر. تشوفون هذا كله من هنا لهنا بلادر، انا غيرت شكل البلادر من هي شي الى هي شي حتى ارجع اربطها باليوريتر. هاي العمليه نسميها بواري اوبريشن، بواري اوبريشن. هاي صورة ثانية أوضح للبواري أوبريشن، مثلا خسرت أني هذا الطول، زي من هنا لهنا شي رجع اليوريتر، ما راح ترجع حتى لو حركت الكدني، حتى لو سويت بلادر سوى سهنج ما راح ترجع. فشنو راح أسوي؟ راح أسوي بواري أوبريشن، هي إنه رفعت جزء من البلادر سويته بهذا الشكل حتى رجع الكونتينيوتي مالت اليوريتر والبلادر. هذا هو البواري أوبريشن. هاي الحكي اللي كل حكيناه شنو كان؟ هي انه اذا اني اكتشفت انه اني مسوي انجري لليوريتر خلال عملية، اقدر اسوي وحدة من هاي الشغلات. اذا وضع البيشنت يسمح لي انه اكمل عملية، فراح اسوي وحدة من هاي هذني 3 عمليات. In general, if general condition of patient is unstable، اما اذا كان وضع البيشنت ما يسمح لي انه اكمل العملية واسوي مثلا هذا البواري هيج، او اسوي مثلا اسوي البواري اوبريشن او اسوي سوسيج، يعني هاي العمليات تاخذ وقت. فاذا شفت البيشنت وضعه تعبان ما اقدر اسوي له هاي العمليات، شنو راح اسوي له؟ لعد راح اسوي له، اخلي له temporary percutaneous nephrectomy، راح اخلي له temporary percutaneous nephrectomy، عفوا nephrostomy، percutaneous temporary nephrostomy. اذا البيشنت اني هنا أنا مثلا سويت له اللايجيشن، مثلا هنا أنا صار اكو لايجيشن باليوريتر، والبيشنت وضعه ما يسمح انه اكمل العملية حتى اسوي له واحدة من هاي العمليات اللي شرحناها قبل شوية، مثلا ضغطه نزل او شيء، يعني البيشنت صار بوضع اني لازم اكمل العملية واطلع البيشنت من العملية، شنو راح اسوي؟ هنا أنا اليوريتر مسدودة او مثلا صار بها انجري من هنا، اني راح ادخل في التيوب كدني مباشرة عن طريق الجلد، مثل هذا التيوب اللي تشوفون، هذا اللي نسميه النيفروستومي تيوب، هذا التيوب اللي صاير هيجي، هذا التيوب أدخله مباشرة عن طريق الجلد إلى الكدني حتى اليورين يطلع من هنا، لأن ما ينزل من خلال اليوريتر، اليوريتر مثلا صاير بيه إنجري ما راح يقدر ينزل هيجي عن طريق اليوريتر، فأنا راح أخليه يطلع من هنا، هذا نسميه بيركوتينيس نيفروستومي، بيركوتينيس نيفروستومي. يمتى أسويها؟ إذا أنا سويت إنجري لليوريتر واكتشفت هذا الشيء خلال العملية، بس وضع البيشنت ما يسمح لي إنه أكمل العملية حتى أعدل أو أصلح الغلط مالتي، فراح أسوي له أو أخلي له حل مؤقت اللي هو البيركوتينيوس نيفروستومي لحد ما أطلعه ورا كم يوم يرجع يصير زين، بعدين راح أرجع أدخل العملية وأصلح اليوريتر. بس مبدئيا وضع البيشنت ما يسمح لي إنه أكمل العملية، وضع البيشنت ما يسمح لي إنه أصحح الغلط مالتي، راح اخلي له حل مؤقت اللي هو بيركوتينيس نيفروستومي. اليورين راح يتجمع هيك باكياس واغيرها كل شويه. هاي اذا انا اكتشفت الانجري ديورينج اوبريشن، كان عندي انه احتماليه انه نسوي هاي العمليات اللي حكينا عليها، او حل مؤقت هي انه اخلي له بيركوتينيس نيفروستومي. شوفوا هاي شرحت لكم عليها قبل محاضره، قلنا مقطع اوستومي يعني فتحة، فهنا انا سويت نيفرو اوستومي، نيفرو اوستومي يعني سويت فتحة بالكلية، سويت فتحة بالكلية عن طريق حتى يطلع اليورين، لان ما يقدر ينزل جوا عن طريق اليوريتر، عندي يوريترال انجري. هنا عبرنا هذا الجزء، هسه راح نرجع نشرح عليه. قلنا اذا ماكو لوس اوف لينك اسوي له اند تو اند انستوموسيس، اذا اكو شوية loss of the link اسوي mobilize kidney، سوى switch of bladder and bowel operation. زين اذا عندي marked loss of ureter length، يعني اذا فقدت جزء كلش كبير من طول اليوريتر، شو الشغلات اللي اقدر اسويها؟ اول شيء trans urethro ureterostomy، trans urethro ureterostomy. شنو هي عملية trans urethro ureterostomy؟ هاي هي عملية الترانز يوريترو يوريتروستومي، هي انه اربط هذا الجزء من اليوريتر باليوريتر الثانية اللي ما بيها شي، واليورين كله ينزل من جهة واحدة، بس راح ينزل من هاي الجهة، بعد هاي الجهة
ما يدخل، يعني ما راح يدخل اليوترب من هنا. ليش؟ لأن فقدت جزء كبير من طولها، بعد ما أقدر أرجعها إلى البلادر، فراح أربطها بهاي اليوريتر الثانية واليورين ينزل من هنا. بس هاي العملية شنو الكومبليكيشن مالتها؟ إذا البيشنت مستقبلا صار عنده انفكشن واحدة وصعدت من هنا، راح تضرب البوث كدني مرة واحدة. يعني قبل كان إذا يصير انفكشن من هنا يصعد بس على هاي الكلية، بس هسه هاي الكلية الثانية همين ارتبطت بيها، فإذا صار اكو انفكشن مستقبلا راح يصعد على هاي الكلية وعلى هاي الكلية همين. فهاي السايد افكت او الكومبليكيشن مال هاي العملية اللي اسميها ترانز يوريترو يوريتروستومي، ترانز يوريترو يوريتروستومي. تمام، هاي اسويها اذا فقدت جزء كبير من طول اليوريتر، او اسوي interposition of isolated bowel loop mobilized append or mobilized appendix. اذا ما اقدر اسوي ترانس او ما اريد اسوي ترانس يوريتروستومي، شنو راح اسوي؟ راح اجيب جزء من الباول، مثلا اقص جزء من الاليوم واجي اخيطها مكان اليوريتر، اعملها كانما هي يوريتر. اقص جزء من الاليوم، مثلا هي الاليوم همينة مثل تيوب، اجي اخيطها مكان اليوريتر. او اقدر اسوي نيفروكتومي اذا شفت الوضع ما يفيد وما اقدر اسوي كل هذولا، اسوي نيفروكتومي ما دام ماكو يوريتر، بعد ما اريد الكدني همينة، واسوي نيفروكتومي او اسوي اوتو ترانسبلانتيشن، اجيب جزء من هذا اليوريتر. مثلا خليني اشوفكم صورة، يعني اذا هاي اليوريتر بها طول كلش زين، راح اقص جزء من هذا الطول اجي انطيه على هذا حتى يصيرون متعادلين، وارجع اربطهم بالبلادر. هذا الجدول مهم بالام سي كيو يجي. مثلا يقول اذا there is little loss of length، راح يعطيكم هاي الخيارات كلها ويعطيكم واحدة من هذني، فانتوا تختارون الغلط. هذول كلها صح. اذا عندي little loss of length اسوي mobilize kidney، سوى switch of bladder، او اسوي body operation. بس ما اذا عندي little length loss من ال... يعني اذا عندي خسارة قليلة من اللينكس مالت اليوريتر، ما راح اسوي نيفروكتومي، ما راح اسوي اوتو ترانسبلانتيشن، ما راح اسوي ترانس يوريتروستومي، ما راح اسوي interposition of باول loop. تمام، فانتو كل شيء لازم تعرفون مقابلة شنو العملية اللي ممكن اسويها. اذا ما عندي اي خسارة بالطول بس اسوي end to end anastomosis، اذا عندي شوية خسارة بالطول اسوي هاي ثلاثة، واذا عندي خسارة كلش هواية بالطول مالت اليوريتر اسوي هاي الاربعة، واحدة من هاي الاربعة ممكن يجي حتى كأسي. فهاي سوس هيك رفعت البلادر حتى أقدر أدخل اليوريتر بيها مرة أخرى. بواري أوبريشن بواري أوبريشن ترانس يوريترو يوتروستومي. هسا نكمل injury if not recognized at time of operation، هذا اللي حكينا عليه فوق. هسا كله شنو؟ إذا أنا اكتشفت الانجري لليوريتر خلال عملية، إذا ما اكتشفت الانجري خلال العملية وسديت بطن البيشنت وطلعت البيشنت من البيت واني ما اعرف انه اصلا اني مسوية يوريترال انجري، شنو راح اسوي او شنو هي الاحتمالات اللي ممكن تصير؟ اذا كان يونيلاترال انجري، يعني انجري اليوريتر وحده بس من جهة وحده، عندي 3 احتمالات. اول شيء نو سيمتوم، ممكن البيشنت ما يصير عنده اي اعراض، حتى إذا صار عندك complete ligation of ureter من جهة واحدة البيشن ممكن ما يصير عنده أي أعراض. ف ligation of ureter may lead to silent atrophy of kidney. The injury may be unsuspected until the patient undergo urological imaging. يعني البيشن ما راح يصير عنده أي أعراض حتى لو الكدني ما صاير بيها ligation، يعني مسدودة تماما، لأن اليوريتر بالجهة الثانية اللي تشتغل لتطلع يورين، والبيشنت اللي يصير عنده نورمال يورينيشن، فما راح يعرف انه هي عنده واحدة من اليوريترات مالته مسدودة. حتى الكيدني راح يصير بيها سايلنت اتروفي. سايلنت اتروفي يعني شنو؟ اليوريتر اذا تنسد من جوه بس الكيدني كانت تشتغل من فوق، تشتغل تشتغل تطلع يورين تطلع يورين، بس اليورين ما ينزل اللي جوه، فويا الوقت من ما يتعالج هذا الشيء راح يصير بيها اتروفي، يعني هاي الكيدني تموت وتبقى بمكانها هيجي، والبيشنت اصلا ما يعرف، لان عند الكدني الثانيه واليوريتر الثانيه تشتغل والبيشنت يصير عنده يورينيشن، ما راح يعرف انه هو صاير عنده لايجيشن اوف يوريتر، ما راح يعرف انه هو صاير عنده اتروفي اوف ذا كدني بالجهه الاخرى.
ما راح يعرف. يمتى راح يعرف؟ اذا فد يوم سوى يورولوجيكال ايميجينج على مود غير مشكله، راح يشوف والله هاي شنو صاير عنده لايجيشن، وصاير عنده اتروفي اوف ذا كيدني. كل هذا هو ما كان يعرف، راح يعرفها بالصدفه اذا فد يوم سوى يورولوجيكال ايميجينج، يعني سوى فد انفستيجيشن على مود غير امراض، راح يكتشف انه صاير عنده لايجيشن اوف يوريتال اند سايلنت اتروفي اوف ذا كيدني. هاي واحده من الاحتمالات. الاحتمال الثاني شنو؟ انه ورا فتره، ورا كم يوم من العمليه، the patient يصير عنده loin pain, fever, possibility of pyonephrosis, occur with infection of obstructed system. مرات ال patient ورا كم يوم من ال injury مالته، أنا طلعت من البيت ما عرفت إنه هو عنده injury، ورا كم يوم راح يجي على شكل loin pain, fever, pyonephrosis and infection. شنو هو pyonephrosis؟ خلينا نوقف يم كلمة pyonephrosis. The pyonephrosis هو هاي تشوفون الكدني شلون صايرة، صايرة عبارة هيج عن أكياس، عن اكياس مليانه بص. يعني هاي الكدني كانت هيك قبل، هذا كله بص، هذا كله خراج. ليش؟ لان الكدني هنا كانت تطلع يورن، واليورن يبقى يتجمع بداخلها الى ان انتفخت الكدني صارت بهذا الشكل. اجى فد بكتيريا دخل الى هذا اليورن، صار بيه انفكشن، صار عند هذا البص. فالكدني من توصل هاي المرحله نسميها بايونيفوسيس، هذا كله بص، هاي كله كان مليان بص. ليش صار هيك؟ لان الكدني من جوا صاير بيها اوبستراكشن، من يم اليوريتر صاير بيها اوبستراكشن، من هنا اليوريتر مسدودة، والكدني ما تعرف شني، تبقى تطلع يورين، تبقى تشتغل تطلع يورين، تنتفخ الكدني، يدخل في البكتيريا بيها، يصير بيها انفكشن، توصل لهاي المرحلة. فالبيشن يصير عنده loin pain, fever, pyonephrosis. شنو سببها؟ infection of the obstructed system، لأن الكدني، لأن اليوتر كان بيها obstruction وصار بيها infection، فالبيشنت يصير عنده pyonephrosis. loss of function may be permanent unless obstruction is released promptly by inserting percutaneous nephrostomy. يعني هاي الكدني هنا فقدت وظيفتها بالكامل، هاي الكدني راح أدبها، ما راح أبقيها بالبيشنت. شو أسوي بهاي الكدني؟ هاي الكدني ما تشتغل، وفوقها بيها مليانة فص وانفكشن وبين وفيفر وسوالف كلها. هاي الكدني راح تنذب، إذا وصلت لهاي المرحلة راح تنذب. ممكن أخليها ما توصل هاي المرحلة، أخلي لي percutaneous nephrostomy، اخلي اليورين يطلع من هنا عن طريق السكن، مو من هنا، مو عن طريق اليوريتر، لان اليوريتر صاير بيه انجري. اقدر اخلي اليورين يطلع من هنا اذا لحقت عليها، طبعا اخلي اليورين يطلع من هنا عن طريق بيركوتينيوس نيفروستومي قبل ما يوصل هاي المرحله. اما اذا وصل هاي المرحله مات البايونيفروسيس، فعلاجه هو نيفروكتومي، لان هاي الكدني ما تشتغل بعد، نون فانكشنينج. يعني A urinary fistula may develop through the abdominal or vaginal wound. The IVU or contrast enhanced CT show extravasation with or without obstruction of one or both ureter. مرات راح يصير اكو فيستشولا بين اليوريتر وبين السراوندينج، مثلا بين اليوريتر والفاجينا، بين اليوريتر والاذر اورجان ان ذا ابدومين. انا فهمتكم شنو هو الفيستشولا قبل. فهنا راح يصير اكو فيستشولا، واليورين راح يطلع عن طريق هذاك الفيستشولا. اقدر اشخص هاي الحاله عن طريق الاي في يو والسي تي. Nephrostomies may be inserted and repair or postponed until edema of the inflammation have been subsided, but delayed repair often leaves the patient incontinent. Earlier repair is safe in patient if he is fit for surgery. إذا اكتشفت هاي الفيستشولا من وقت، اكتشفت إن البيشنت صار عنده فيستشولا من وقت، إذا دخلت البيشنت عملية، سديت الفيستشولا، راح يرجع البيشنت طبيعي. يعني إذا لحقت عليه اول ما اكتشفت الفيستشولا، دخلت البيشنت عمليه، راح اسد الفيستشولا والبيشنت يرجع الى مثل ما هو كان قبل. او اقدر اخليه النيفروستومي، همين ممكن تفيد مرات، حتى بس اخلي له من نيفروستومي الفيستشولا راح تنسد. فمن اكتشف البيشنت صار عنده فيستشولا، لو اخلي له نيفروستومي، لو اسوي له ايرلي ريبير، يعني ادخل الى عمليه، يعني لو نيفروستومي لو ادخل عمليه. اذا ما لحقت اسوي نيفروستومي وما لحقت اسوي العمليه، البيشنت شنو راح يصير عنده؟ incontinent. هنا البيش بعد ما راح يقدر يتحكم باليورينيشن مالته، يعني يصير عنده تبول لا إرادي، ما يقدر يتحكم باليورينيشن مالته، مو مثل قبل لأن صار عنده فيستولا. تمام، خلي أعيد هاي النقطة من الأول. واحدة من الشغلات اللي ممكن تصير إذا ما اكتشفت اليوريترال إنجري، هي إنه البيش يصير عنده يورينري فيستولا. اليورينري فيستولا شلون أشخصها؟ عن طريق الـ IVU والـ CT. إذا شخصتها من وقت، أقدر أخلي للبيشنت نيفروستومي ويصير زين، أو أقدر أدخل عملية ويصير زين. بس أنا يعني إذا ما لحقت لا أسوي نيفروستومي
لا اسوي له ريبير عن طريق سيرجري. البيشنت راح يبقى هيجي والفيستولا مالته راح تبقى الى الابد. هنا البيشنت راح يصير انكونتيننت، يعني ما راح يتحكم باليورينيشن مالته، ما راح يتحكم بالادرار مالته طول حياته، تمام؟ فهاي هي المشكلة اللي ممكن تصير اذا اني ما اكتشفت اليوريترال انجري ات تايم اوف اوبريشن، انجري نوت ريكوجنايزد ات تايم اوف اوبريشن. هاي الثلاث احتمالات اللي ممكن تصير عندي: نو سيمتوم، pyonephrosis and fistula. No symptom, pyonephrosis or urinary fistula. راح يصير عندي واحدة من هاي ثلاث شغلات إذا ما اكتشفت الإنجري خلال العملية والإنجري كان unilateral. زين إذا ما اكتشفت الإنجري خلال العملية والإنجري كان bilateral، يعني أنا مثلا سادة اليوريتر من الجهتين وما اكتشفت هذا الشيء خلال العملية، سديت بطن البيشنت، طلعت البيشنت للبيت، شنو راح يصير؟ إذا كان عندي bilateral injury فال ligation of both ureter lead to anuria. البيشنت راح يصير عنده anuria، يعني ما راح يطلع إدرار مالته أبدا لأن اليوريتر مسدودة من الجهتين، فالكدني تطلع يورين بس اليورين ما ينزل لجوه، فالبيشنت يصير عنده anuria. حتى من أخلي له يوريتري كاثتر، الكاثتر ما راح تصعد فوق لأن صاير بيها ligation، يعني مسدودة اليوريتر، فأدخل كاثتر أريد أصعدها لي فوق بعد ما راح يدخل. urgent nephrostomy and immediate surgery is essential. بهاي الحالة شو اسوي؟ لو اخلي له نيفروستومي اللي هو هذا التيوب اللي كنا ندخل عن طريق الجلد حتى افرغ الكدني، لو ارجع ادخل البيشنت للعملية، فلو اخلي له نيفروستومي لو ارجع ادخل البيشنت للعملية. شوفوا مثلا هنا صاعد يوريتريك اوبستراكشن من هنا، من يم البلادر صار عندي يوريتريك اوبستراكشن. Repair of injured ureter. An open repair may be avoidable if a stent will pass through the obstruction. إذا صار عندي obstruction باليوريتر وأقدر أدخل عن طريق هذا ال obstruction في الستنت حتى أفتح ال obstruction، يعني أدخل في الشبكة من خلال هذا ال obstruction حتى أفتح ال obstruction، راح أسوي هيجي. إذا قدرت أدخل الستنت راح أدخل الستنت، إذا ما قدرت راح أدخله إلى عملية. If a cut in of the ureter can be opposed without tension, they should be joined by speculated anastomosis over the double pitch key pigtail catheter. إذا النهايات مالتها مالت اليوريتا قريبة من بعضها أسوي لها end to end anastomosis without tension، حكينا عليها فوق. If the division is low the bladder may be hitched and the ureter can be reimplanted. هذا يقصد ال tower hitch of the bladder. إذا ال lower part of the ureter صاير بيها injury أني راح أرفع البلادر لي فوق، تمام؟ عن طريق عملية السواس هيتش. هذا يفيدني السواس هيتش إذا اليورتر الجزء السفلي منه صاير بيها انجري، تمام؟ مو من يم الكدني أنا مسوية تروما أو صاير انجري من يم الكدني أجي أسوي السواس هيتش. السواس هيتش يفيدني إذا اليوريتر من جوا فاقدة طولها، يعني lower part of the ureter. يعني هسا لو أشوف هاي الصورة مثلا اليوريتر من هنا أنا صاير بيها obstruction، فهذا أقدر أسوي السواس هيتش. بس اليوتر لو كانت من هنا انا مسدوده ما راح يفيدني سوى سهج، تمام؟ فهذا ممكن يجي بالام سي كيو انه سوى سهج يفيدني باللور يوريتر مو بالابر يوريتر. سوى سهج مات البلادر تفيدني باللور بارت اوف ذا يوريتر. اكسترا لينكث may be obtained by mobilize the kidney، حكينا عليها. In the Bowery operation, a flap of the bladder wall is fashioned into a tube to replace the lower ureter. هذا البواري operation همينة نفس الفكرة لأن إحنا إذا نشتغل على البلادر فالبلادر تفيدني فقط باللور يوريتر، همينة ممكن تجي بالإم سي كيو. Repair of the نكمل بالrepair trans urethral uterostomy حكينا عليها. بس المشكلة شنو؟ إنه إذا صار أكو infection disadvantage of this operation is converting unilateral injury to into bilateral one. يعني إذا الانفكشن صعد عن طريق يوريتر الوحدة راح يضرب البوث كدني. نيفروكتومي مرات إذا شفت كل الطرق ما تفيد راح أسوي للبيشنت نيفروكتومي. إليا سبستيتيوشن اللي قلنا عليها الباول لوب، باول لوب سبستيتيوشن، أجيب قطعة من الباول أقصها وأخليها مكان اليوريتر. هذا بواري اوبريشن. وبهيج خلصت المحاضرة، محاضرة سهلة إن شاء الله وممتعة. نلتقيكم محاضرة أخرى من محاضرات الجراحة. مع السلامة.